دعاء للمجموعة. اللهم بارك لكل أفراد هذه المجموعة في أعمارهم وأعمالهم وأولادهم وأموالهم وأزواجهم وكل شأنهم، وزد ووسع لهم في رزقهم. اللهم كما جمعتنا في هذه المجموعة اجمعنا جميعا في جنات النعيم، في ظل ممدود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وارزقنا العافية، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واقض ديوننا، ويسر أمورنا، واسعد قلوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضى، وحقق لنا ما نتمنى من خير الدنيا والآخرة، واجعلنا من عتقائك من النار، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين. اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.